وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بتدبرنا لقول الله تعالى نجد أننا حين نكون في حضرة القرآن الكريم فإننا مأمورون بالاستماع والإنصات له، والقرآن الكريم لا يأتي إلا بما ينفع الروح والجسد. ولكن ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الإنصات هو أن تترك ما يلهيك ويشغلك من حديث وأشياء عمن يتحدث، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع له. فما بالك بالاستماع والإنصات للقرآن الذي يهبنا خيرا كثيرا وعلما واسعا غزيرا وإيمانا متجددا وهدى وبصيرا. لماذا أمرنا الله بالاستماع والإنصات؟ هل يبقي المستمع المنصت مكانه؟ وإلى أين يأخذه الاستماع والإنصات؟ لماذا بالاستماع والإنصات يكون الحفظ أكثر سهولة وأكثر تجذرا وعمقا في القلب والذهن؟ هل يمكننا إيصال ما سمعناه بالشكل الصحيح إن لم نستمع وننصت بشكل سليم؟ ما السر في أن كل عالم يعتد به كان وما زال مستمعا منصتا لكل ما يعرض على أذن قلبه؟ فلنبدأ. إذا أردت أن تكون مستمع منصت فهذا يتطلب منك جهد وعمل، فهذا مكون مكتسب يتطلب منك في البداية الحضور الكامل. فإذا أصغيت بأذنك فقط فإنك بلا شك ستفقد جزء كبير من المعلومة اللي تتلقاها، باعتبار أن بعض عمليات التواصل تتم بدون كلمات. فإن كنت تملك مقدرة على الاستماع الجيد فهذا يبقي أعينك مفتوحة أثناء الإصغاء إلى الآخرين، وإن لم تكن مصغياً بشكل جيد فإنك ستعاني الأمرين في إيجاد من يتحدث إليك ويصغي لما تقوله ويقدم لك معلومة تفيدك. يقول الباحث جيروم: لا يعبأ أي شخص بالتحدث إلى مستمع ليس لديه نية الاستماع. فعندما تجيد لغة الاستماع تقدم صورة تسهل على من يتحدث إيصال ما لديه من الأفكار والطروحات، فاهتمامك بما يقوله لك يجعله مهتم بإكمال ما يريد قوله بكل شغف وحرفة وأمانة. فوجود النية عندك للاستماع قبل الحوار تظهر جلية واضحة، خاصة وأنت تبدو متخلص من كل شيء قد يشغلك عن الاستماع أو يشتت انتباهك أو يجعلك منفرا له، وخاصة أنت في تركيزك الآن. هناك أخلاقيات خاصة بالاستماع تنعكس إيجاباً على طاقة الآخر. فمثلاً حين تقابل متحدث بصدر رحب واهتمام كبير بهذا المتحدث من خلال لغة جسدك التي تبدو مهيئة عند الجلوس ووضعية عينك ونظرتها باتجاهه تماماً، كذلك وضعية جسدك وعدم تشبيك اليدين، كل هذا يصب في مصلحة الجميع أثناء الحوار. فهذا يمنحك تلقي الفائدة بشكل صحيح وواسع، ويمنح المتحدث رغبة أكبر وحماس أكبر على نقل الفائدة إليك. فالبدي لانجوج، لغة الجسد، هي وسيلة للتسلل إلى عقول الآخرين. وأكدت الدراسات أنه بنسبة 55% يحتاج الجسم إلى الحركات الجسدية لتوصيل المعلومة أو استقبالها بالشكل الصحيح. وبذلك يمكنك أن تقرأ الشخص الذي أمامك وفقاً لإيماءاته الجسدية. فقد تسأل نفسك، هل فائدة الإنصات تقتصر على تلقي المعلومات أم لها فوائد أخرى؟ لو لم يكن الإنصات مدخل لكل مفيد وثمين وصحي لما حثنا عليه القرآن الكريم.
فبالإضافة إلى الفائدة التي يجلبها لك الإصغاء الجيد، فإن الطريقة التي تستقبل فيها المعلومات لها فائدة نفسية وصحية كبيرة. فإنصاتك بشكل سليم وجيد يمنعك من التسرع والانفعال، فالإنصات يجبرك على الاستماع حتى ينتهي المتحدث من حديثه، وهذا ما يسمح لك أن تفهم ما يقوله. وهذا الهدوء الذي تعيشه أثناء الإنصات يقيك من تقلبات ضغط الدم الذي تسببه الانفعالات الحادة أثناء الحوارات التي يكون الصوت فيها عالي بشكل كبير. والإنصات يوفر الوقت والجهد، لأن الفرد يتلقى معلومات بسرعة نتيجة التركيز الكبير عليها، وفيه يتم استثمار الوقت والطاقة ويجعلك أكثر تنظيماً على صعيد النفس والجسد. هذا يمنحك راحة لا يمكنك تصور فوائدها. عدم الإنصات للمعلم مثلاً في مرحلة الدراسة يجبر الطالب على السهر ليلاً وإعادة محاولة الفهم، وهذا يأخذ من وقته بشكل كبير ومن راحته، ويؤثر عليه نفسياً. وخصوصاً أن أحد أصدقائك أخبر بأنه ليس بحاجة إلى الإطلاع على واجباته الدراسية مثلك، وهذا يولد عنده عقدة نقص، وتقول في نفسك هل يا ترى هو أذكى مني؟ لكن الفرق بينكم كان الإنصات الجيد للمعلم وعدم الانشغال بما يشتت الذهن أثناء الحصة المدرسية. فالإنصات أيضا يساعد على تطوير القدرات العقلية، حيث تعتمد مهارة الإنصات على حاسة السمع في حفظ المعلومات، ومن ثم استخلاص الفكرة العامة للنص والتنبؤ بالنتائج. حين لا تنصت بشكل جيد للمعلم سيتفوق عليك الكثير من أصدقائك. حين لا تبدو مهتما بمن يقدم لك معلومة فلن يهتم بك ولن يكون حريصا على إفادتك. حين تفضل الانشغال بأشياء لا تفيدك أثناء جلسات التعلم سينشغل المستمع الجيد بمستقبله بعيدا عنك. حين لا تستمع لطفلك فهذا يمهد الطريق لغيرك ليكون مستمعا ناجحا له، وبالتالي خسارته بالتأكيد. لذلك على الأهل تعلم مهارة الاستماع إلى أطفالهم في وقت مبكر من أجل بناء علاقة طويلة وبناء تمتد حتى المستقبل. فإذا أردت أن ينصت لك الآخرون فينبغي أن تنصت لهم أولا. يقول ابن المقفع: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الجوانب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والوعي لما يقول. للإنصات فائدة عظيمة تعود على دماغك بالنفع، فإنصاتك يعمل على زيادة الروابط العصبية في الدماغ، مما يساعد على تحسين القدرات المعرفية وتنشيط الذاكرة. وجد الباحثون أن الاستماع الجيد يساعد على تخفيف الألم عند العديد من المرضى، وذلك عن طريق صرف انتباه الدماغ عن التفكير في الألم. وفقاً للبحث الذي أجراه براين جولد، فإن الاستماع الجيد يقودنا إلى تعلم لغات جديدة، وكل لغة جديدة تزيد من مرونة الدماغ، مما يجعل من السهل تبديل المهام في ثواني معدودة. ووجد أن المشاركين في الدراسة أفضل في التكيف، وكانوا قادرين على التعامل مع مواقف غير متوقعة أكثر ممن لم يحسنون الاستماع. واستعمل علماء من جامعة كاليفورنيا بيركلي مسوحات دماغية مفصلة لابتكار خرائط دلالية تفاعلية وثلاثية الأبعاد لتوقع الأجزاء الدماغية التي تتجاوب مع فئات محددة من الكلمات بدقة، حيث قارنوا تلك الخرائط الدلالية أثناء الاستماع والقراءة. اكتشفوا أنها شبه متطابقة، إذ يبدو أن تجسيد الدلالات في الدماغ لا يتوقف على المعنى الذي تكسبه الكلمات. فامتلاكك لأذنين وفم واحد يعني أنك خلقت لتسمع أكثر وتتكلم أقل.
تقول العرب أساء سمعا فأساء إجابة. يروى أن قصة هذا المثل تعود إلى سهيل بن عمرو عندما خرج ذات يوم مع ابنه فلقيهما الأخنس الثقفي فقال من هذا؟ فرد سهيل ابني. فقال الأخنس حياك الله يا فتى أين أمك؟ بفتح الألف أي إلى أين أنت ذاهب؟ فقال أمي في بيت أمي حنظلة تطحن دقيقا. فقال أبوه ممازحا أساء سمعا فأساء إجابة، أي أن ابنه لم يفهم مراد السائل الذي قصد معرفة وجهته أو ماذا يريد وليس أمه. لهذا كان الاستماع الجيد منجيا لك في كل موقف يتطلب منك ردا، وهذا من اللباقة. فإنك إن أردت أن تكون متحدثا لبقا فعليك أن تكون مستمعا لبقا. من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك. يقول الشاعر وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ودمتم بخير.